حرب دينية. إنها حرب دينية. إنها حرب دينية. لو قالها مسلم لقام العالم كله. ولكن لم تقل على لسان مسلم. قيلت على لسان لينسي جراهام رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. إنها حرب دينية. هبط وزير الخارجية الأمريكي في الكيان الصهيوني فقال أنا اليوم لست وزيرا للخارجية في أمريكا، أنا مواطن يهودي. هم يطرحونها كحرب دينية. ماذا تبقى على الحمقى لدينا حتى يفهموا بأننا نتعرض لحرب دينية من هؤلاء؟ حتى متى يتغافل المتغافلون عما يجري لأطفالنا من قتل ممنهج، ولشبابنا من تدمير، ولأراضينا من احتلال؟ سموتريتش وزير المالية في الكيان الصهيوني يقدم 3 خيارات للشعب الفلسطيني: أما أن تنزحوا وتهاجروا، أو أن تعملوا عبيدا لدينا، أو أن نقتلكم. هذه الخيارات تطرح اليوم للشعب الفلسطيني، وغدا ستطرح لكم في عقر داركم. كلنا معرضون لهذا. هل تعتقدون بأن هذا التداعي الأممي سوف يجعلكم بمنأى بوطنياتكم وتعدد هوياتكم المزيفة؟ جعلوكم تعيشوا الوهم بالوطنية، بينما نراهم يتعاملون مع الأمر بأممية. وإلا بالله عليكم، كيف يتداعى أوروبا وأمريكا والهند وطائرات من تشيلي، وكل صهيوني وكل غربي يتداعى عليكم؟ أين وطنيتهم؟ هذا هو الخبث الذي انطرى علينا، أننا رضخنا لفكرتهم، بينما جاء الإسلام ليدافع عن كل نفس وعن كل أرض. شبعنا من الكلام، نعم، لكننا لا نملك اليوم إلا الكلمة بعد أن سدوا جميع الحدود بيننا وبينهم. يريدون أن يقنعونا بالتطبيع. التطبيع هو طريق الذل والهوان. التطبيع هو تنازل عن شرفنا كأمة. التطبيع هو حلمهم حتى يصلوا لكل بلداننا الإسلامية والعربية ويحتلوها. الله أكبر، الله أكبر. ختاما، 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 ختاما اخوتي، ختامي، ختاما، ختاما، انصروا المسلمين ولو بكلمة، انصروهم في وسائل التواصل الاجتماعي، انصروهم بالتبرع بما تستطيعون، انصروهم، لأننا لن نكون المخذلين، ولن نكون الصهاينة الجدد، ولن نكون في يوم من الأيام مع الكيان الصهيوني في كفة واحدة. الله أكبر، والنصر عليهم قريبا بإذن الله.